أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذا الحديث العظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أورده الإمام مسلم في كتاب الزهد، وذلك أن العبد يزهد في الدنيا ويطلب رضا الله سبحانه وتعالى، فإن أبلغ ما عرف به الزهد كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم: ما عرفه به سليمان الداراني رحمه الله تعالى، أبو سليمان الداراني، أن الزهد هو ترك ما سوى الله سبحانه وتعالى، أن تنشغل بالله وأن تترك ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن تسعى في مرضات الله. لأن الزهد أن تترك الدنيا ولذاتها، وأن تترك نعيمها، وأن تتوجه إلى نعيم الجنة وإلى ما يعقب السعادة الأبدية. لذلك العلماء فرقوا بين الزهد والورع كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، أن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فكل زاهد ورع، وليس كل ورع زاهد. الورع أن تترك الأفعال والأقوال والأشياء التي تضرك في الآخرة، وإن كنت معلقا بالدنيا متعلقا بها ساعيا في ملذاتها، لكن ما يضرك في الآخرة تتركه. أما الزهد فهو درجة أعلى من الورع، هو درجة أعلى من الورع، أن تترك ما لا ينفعك في الآخرة، وإن كان هذا الذي تركته لا يضرك إذا لقيت ربك سبحانه وتعالى، لكنه لا ينفعك فلا تلتفت إليه، وإنما تجتهد في طاعة ربك ومولاه. لذلك الزاهد يسعى في أن يكون محبوبا من قبل ربه، ومن هنا أورد الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الزهد: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وهذه ثلاثة أوصاف أو ثلاث صفات حري بكل واحد منا أن يتصف بها، وهي يسيرة على من يسر الله تعالى له القيام بها. ومن فوائد هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. إن الله يحب، فالله يحب ويحب، قد جاء هذا في القرآن في آيات متفرقة، وجاء في آية أن الله ذكر صفتين، فذكر أنه يحب وذكر أنه يحب سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال: والله يحب الصابرين. وقال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. وقال سبحانه في سورة التوبة في أواخر الآية الرابعة وأواخر الآية السابعة: إن الله يحب المتقين.
وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وفي المقابل يبغض أشياء ويبغض أقواما، يبغض أشياء ويبغض أقواما، كما قال تعالى: والله لا يحب الفساد. وقال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه عقيدة المسلم، أن يثبت لله صفة المحبة، ومحبة الله كاملة تليق بكماله، ليست كمحبة المخلوق الناقصة التي تليق بنقصه. ومن هنا تؤخذ القاعدة العظيمة التي من عرفها وأخذ بها سلم في هذا الجانب من جوانب الأسماء والصفات، وهي أن تثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي مماثلة صفات الله تعالى بصفات المخلوقين. ومن هنا تعرف ضلال وجهل الكثيرين الذين ينفون عن الله تعالى صفات الكمال بحجة عدم تشبيه الله بخلقه أو عدم تمثيل الله بخلقه. إذا قلت لأحدهم إن الله يبغض، وإن الله يغضب، وإن الله تعالى يضحك كما جاء في الأحاديث، وإن الله تعالى يرضى، فإنه ينفي هذه الصفات بحجة أن المخلوق يتصف بهذه الصفات، وجهل أو تجاهل أن ما يوصف به الله تعالى يليق بجلاله وبكماله سبحانه وتعالى، وما يوصف به المخلوق يليق بنقصه. وكل من ناظر في هذه المسائل أو جادل فإنك تحاججه بصفة واحدة، وهي صفة الحياء، أن الله تعالى حي ولا ينكر هذا أحد أو عاقل. فإذا أثبت لك أن الله حي فقل له: نحن أحياء. الله تعالى قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أثبت لنفسه الحياء، وأنت حي، فقل له: إذا أثبتت لله الحياء وأثبتت الحياة لنفسك، هل مثلت الله بخلقي؟ فإنه سيقول: حياة الله كاملة، هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، وحياة المخلوق ناقصة، أولها موت وآخرها موت، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. فإذا أثبت لله هذه الصفة بالكمال، وأثبت لنفسه اسم هذه الصفة والصفة مع النقص، فقل له: تثبت لله السمع مع الكمال، وتثبت لنفسك السمع مع النقص، وتثبت لله الاستواء مع الكمال، وتثبت للمستوي، تثبت للمستوي من الناس الصفة مع النقص، وقس على ذلك. فالله تعالى يحب، قال ابن القيم رحمه الله: هناك عشرة أسباب تنقل العبد من منزلة المحب لله إلى منزلة المحبوب من قبل الله تعالى، أن يكون محبوبا يحبه ربه ومولاه. وما ظنكم بعبد يحبه الله، هل سيدخله الجنة أم سيدخله النار؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني، وفي لفظ ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فمن أحبه الله يكون موفقا في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ويبتعد عن سماع ما يغضب الله سبحانه وتعالى، ويكون موفقا في بصره، فيغض بصره عن الحرام، ويطلق بصره في طاعة الله سبحانه وتعالى، ويكون موفقا في يده، فلا يبطش بها في الحرام، ولا يستخدمها في معصية الله، وإنما في طاعة ربي ومولاه، ويكون موفقا في مشيه وفي ذهابه وإيابه، فيذهب إلى المساجد وإلى تبليغ دعوة الله تعالى، وإلى صلة الأرحام، وإلى غير ذلك مما يذهب إليه في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويكون موفقا في الدعاء، فإذا رفع أكف الضراعة إلى الله استجاب الله دعوته. ويكون موفقا في الاستعاذة، فإذا قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان أعاذه الله، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر أعاذه الله، أعوذ بك من الكسل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال، أعوذ بك من سوء المنقلب، من عذاب النار أعاذه الله تعالى. ومن علامات محبة الله للعبد أن يبتليه في الدنيا، فالذي يحبه الله يبتليه في بدنه، ويبتليه في المال، ويبتليه في أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هؤلاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، وبعد. ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أسباب ينال بها العبد محبة الله سبحانه وتعالى، وقد يطول الكلام حول هذه 10، ومنها تدبر كتاب الله، واستدل بالرجل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص لأنه يحبها، لأن فيها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله أحبه ويحبه بسبب محبته لهذه السورة، وذكر فيها الأخوة في الله، وذكر فيها الإيمان بأسماء الله وصفاته، وذكر من الأسباب 10 القيام بالفرائض والاجتهاد في النوافل إلى غير ذلك. ومن الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله هذه التي جاءت في هذا الحديث، إن الله يحب العبد التقي، أن تكون تقيا فتجتنب ما نهى الله عنه، وتفعل ما أمرك الله به. فالتقي يراقب الله في ألفاظه، فلا يلقي للسانه العنان، وإنما يتحفظ في ألفاظه، وينطق بما يرضي الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وآخر حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والتقي يراقب الله تعالى في جوارحه، فإذا عصى الله سارع في التوبة، وإذا أطاع الله انكسر لربه سبحانه وتعالى، ولا يغتر ولا يقول بلغت من العلم ما بلغت، وبلغت من الشهرة ما بلغت،
وصرت في منزلة فلان وفلان، وإنما تجده منكسرا لربه، خائفا وجلا، يعظم ربه ومولاه، ويتهم نفسه بالتقصير، ويتوب إليه ويفر إليه سبحانه وتعالى. كذلك الغني، الغنى غنى النفس، والغني بالله عن خلق الله، فلا يلجأ إلى البشر. إذا أراد الذرية لا يقول فلان يهب الذرية، وإنما غني بالله عن خلق الله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ إذا أصابته مصيبة فهو غني بالله عن خلق الله. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. سورة التغابن. يلجأ إلى الله في الملمات ويفر إليه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. غني بالله عن خلق الله إذا أنعم الله عليه بالنعم. قال موسى عليه السلام، قال الله عنه: تولى إلى الظل، وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقال عن سليمان عليه السلام: فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقالت هاجر لإبراهيم عليه السلام لما تركها في الواحة وليس معها أحد من الناس إلا ابنها، قالت: إذا لن يضيعنا. فتلجأ إلى الله وتفر إليه وتستغني به عن خلقه. قال الله تعالى: وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا، وتستخرجون حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ومن لجأ إلى الله واستغنى بالله عن خلق الله أعزه الله، وكان عفيفا في الدنيا سعيدا بما عند الله سبحانه وتعالى، وجعل له الله تعالى المخارج من الكربات. ومن جعل خلته في الناس فإنه يعيش فقيرا ذليلا منبوذا، يحقره الصغير والكبير، ويتحاشى لقياه الغني والفقير، لأنه يلهث خلف الخلق الضعفاء المساكين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. مع أنه
ذا عيال له من الأبناء ما يصير عالة عليه وهو في أمس الحاجة إلى المال وإلى الغنى، ومع هذا عفيف لا يسأل الناس شيئا وإنما يسأل ربه سبحانه وتعالى ويدعوه ويتضرع إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الصفة الأخيرة الخفي، أن تكون خفيا من أكثر ما يضر أهل الطاعة الظهور أمام الناس، لذلك تخفي عملك عن الخلق. وكان السلف كانوا ضحاكين بالنهار بكائين بالليل، إذا رآهم الناظر أو الرائي حسبهم من أغفل الناس وحسبهم من أهل الدنيا، وإذا خلوا بربهم انكسروا له. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل، وفي لفظ إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالواجب عليك إذا أردت ما عند الله أن تجعل بينك وبين الله أسرار من الطاعات، من ذكر الله، ومن الصدقة على المساكين والفقراء والأيتام، ومن أعمال الخير وأعمال البر تتخفى بعملك. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه سبحانه وتعالى، إلا في بعض الأعمال التي يحسن ظهورها أو إظهارها كصلاة الجنازة وصلاة الجماعات والجمعة وتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت أن فلانا أو أن أناسا يقتدون بك تظهر عملك الصالح. ومن شر الناس من يظهر للناس الخير وإذا خلا بربه عصاه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. تجده في وسط الناس يستمع إلى المحاضرات، فإذا خلا بنفسه استمع إلى ما يغضب الله ورأى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. تجده خاشعا باكيا أمام الناس، وإذا خلا بربي عصى ربه سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أقواما يأتون يوم القيامة من أمتي، يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا فيجعلها الله أباء منثورا. قال ثوبان راوي الحديث رضي الله عنه: صفهم لنا، جلهم لنا يا رسول الله ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: هم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فاتصف يا عبد الله بهذه الصفات من هذا اليوم إلى أن تلقى ربك سبحانه وتعالى لتكون محبوبا عند الله جل وعلا. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يتجاوز عنا وأن يجعل عملنا خالصا مقبولا عنده وله سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا في دار كرامته إخوانا على سر متقابلين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.